فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول: هل يجوز لنا عند ذهابنا إلى المطاعم التي هناك ولا نعرف هل هي قد ذبحت على وفق الشرع أم لا، هل يجوز لنا أن نأكل من هذه المأكولات والأطعمة؟ إن كانت لأهل الكتاب يهود والنصارى فكلوا منها، لأن الله أباح لنا طعامهم. وأما إن كانت لوثنيين أو علمانيين أو ملاحدة فلا تأكلوا منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعني اللحم، المقصود اللحم، أما الطعام اللي هو الرز والفواكه توكل، هذه من كل أحد، هذه توكل من كل أحد. إنما اللي يحتاج إلى ذكاة كاللحوم، هذه محل البحث، لحوم إن كانت في مطاعم النصارى أو اليهود فهي حلال لأنها طعام لهم، والله أباح لنا طعامهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.